مين بيعرف بشو بيكون عم بيحلم بهالوقت؟ بالقطط أكيد، والسيارات والبنات كمان. لا هيك ما بظن، طفل بعمره ليش ليشوف بنات بأحلامه؟ أنا كنت شوف اللي كانت حبك الأول؟ غير هيك ما حدا بيعرف لإمتى رح يستمر هالشي بينك وبينه. اسمه الزواج عزيز. اللي اسم حبيبتك الأولى ومين اللي أخده منك؟ أنا ما بسمح لحدا ياخد شي بخصمي. يلا حكي لي فريد. حلو مر الجزء الثاني يومياً طيلة شهر رمضان المبارك 8:30 المساء على الجديد